يعني الواضح بعد هذه التصريحات، يعني وزير الصحة يؤكد على التعليم الوجاهي بداية العام أيضا، يعني واضح أنه الأمور هذه التطمينات إن شاء الله ما نعيش كما عشنا قبل عام وعلى بداية العام المنصرم، بأنه لا تأكيدات تأكيدات وناس بتحكي لا هذا يعني نذير لموجة جديدة الله يستر، وإن شاء الله أنه ما يكون كذلك. ولكن إحنا مرجعيتنا ونعود دائما للدكتور حسام أبو فرسخ بحيث أنه نأخذ يعني المعلومات، وهو يتنبأ من 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 نظرة علمية وكذلك بالمقارنات ما بين الدول الأخرى. أين نحن الآن؟ كيف تقرأ هذه الأرقام الآن؟ هل لا سمح الله ممكن أن نعود لموجة أخرى صعبة وقاسية؟ رغم أنه هو كان رأيه وسنتحدث معه الآن بأنه لا، موجة قاسية كما مررنا بها لن نصل إن شاء الله ولن تكون هناك، ولكن سيؤكد لنا إن كان هل ما زالت الأمور هكذا أم هناك بعض التغيرات في المتحور وفي غيره. معنا الدكتور حسام أبو فرسخ استشاري تشخيص الأمراض السارية، يعطيك العافية دكتور. أهلاً أخي. أهلاً دكتور. دكتور يعني أنا بحب عن جد أطمن المواطنين إنه الأمور لا تدعو للخوف بتاتاً، بل طيب. إن العكس، الأمور أصبحت أكثر تطميناً، وأنا سأذكر ذلك. طيب خطوة 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 دكتور. بداية يعني من 6 أسابيع ماضية الأرقام بانخفاض، بس في هذا الأسبوع بدأنا في ازدياد مع ونسمع بالمتحور وبدلتا وبدول وسنسألك عنها طبعا كالهند وتونس، ما الذي يجري بها؟ بداية كيف تقرأ الأرقام الحالية هذا الأسبوع؟ بدأنا إصابات بال700 ووفيات أمس 7 أو أول أمس واليوم 9 والأرقام بدأت في ازدياد، كيف تقرأها؟ عادة بالأوبئة يعني هي كل يوم بعد الموجة الكبيرة التي مررنا بها متوقع جدا، هذا جزء من طبيعة الأوبئة أنها تمر بارتدادات. فأنا كتبت على صفحتي بالفيسبوك أنه كان في ارتداد سابق حقيقة بعد الموجة الأخيرة، ووصلت الحالات ممكن 4-5 آلاف، وأعتقد أنه استضفتوني في قناتكم الكريمة على ذلك وبينتكم أنه هذا شيء طبيعي. فنحن الآن في ارتدادة، قد تكون الارتدادة عادة الارتدادة الثانية تكون أقل من الارتدادة الأولى، وهذا طبيعي جزء من الحياة. يعني أنت زي لما تضرب كرة فوق في السماء ثم تنزل إلى الأرض، فأول مرة إذا تنزل راح تكون في ارتدادة، الثانية أقل والثالثة أقل، وهذا طبيعي في الارتدادات اللي تابعة اللي تتلو الموجة. طبعا الارتداد لا يكون أعلى من الأصل. بالضبط. يعني فأنا أريد أن أطمن أن ليس هناك موجة كبيرة كما مثلا حصل في بريطانيا، لم يكن هناك موجة كبيرة لأنه ليس عندنا المعطيات. بريطانيا صار عندها موجة، بس خلينا نتكلم عشان نقارن بريطانيا بالأردن، ثم أستخلص لكم عن دلتا ما هو حقيقة هذا الفيروس الدلتا الجديد. بريطانيا الحالات وصلت عندها كانت وصلت ل 5000، بعدين طلعت أخيرا إلى 34,000، لكن بريطانيا في عندها عدة عوامل خلتهم يوصلوا إلى هذا العدد. العامل الأول طبعا أنه انفتحوا انفتاح كبير جدا، وأنا ما أعتقد أنه هذا غلط حقيقة الانفتاح اللي صار عندهم. الإشي الثاني، صارت عندهم مباريات عالمية أوروبية ما بدون أي تحفظات. وثالث شيء اللي هو مش موجود عندنا بالأردن برضو، اللي هو نسبة السفر ببريطانيا 5000 مرة قدر الأردن. يعني عندنا النسبة هي السبب الرئيسي لزيادة الحالات. يعني مثلا يوم يمكن من بريطانيا بالطائرات يمكن أكثر منا على أكثر من شهرين عدد الطائرات اللي ممكن يجي علينا. فهذا كان سبب رئيسي في ارتفاع الحالات، وهذا مش متوفر كعامل عندنا موجود في الأردن. هلا بريطانيا نفسها وخبراء الأوبئة فيها حقيقة غير خايفين، لأنه يعني أنا بتابع الوفيات في بريطانيا الأسبوع الفات، معدل الأسبوع هذا معدل الوفيات 30 وفاة. يعني لو تقارنها بالأردن كنسبة وتناسب يعني حوالي 3 وفيات، يعني مع أنه عندهم 34,000 إصابة لكن عدد وفيات 3، يدل على أن الوضع الوبائي عندهم جدا مطمن. دلتا فيروس دلتا أو دلتا فيريانت هذا حقيقة وجدنا بالأبحاث الجديدة، وهذه من أبحاث من بريطانيا، إنه القتل يعني للفتك أو الفيتيليتي ريت أو الذين يموتون هم 3 بالألف، بينما كان بألفا هم 19 بالألف، يعني تقريبا 6 مرات الألفا اللي هو البريطاني المتحور أقوى من دلتا. فدلتا ينتشر أسرع ولكنه لا يسبب المرض القوي كما كان يسبب
الألفا البريطاني الأصلي، كما أن دخول المستشفيات أيضا عندهم أقل بكثير، يعني مقارنة ب 34 ألف اللي صارت مثلا، كانت صارت ب 23 واحد عندهم، دخول المستشفيات يقل عن الربع. فهذا يدل على أن دلتا حقيقة بالمعطيات وبالإحصائيات هو عبارة عن فيروس خفيف جدا، وليس كما أشيع. هذا الذي يعني أنا بدور على المصادر بقرأهم، بجد أن الأرقام تقول أن دلتا فيروس خفيف، ويجب أن يطمئن الناس، أصبحت كأنها مثل الإنفلونزا. هو خفيف وأسرع انتشار أم لا؟ هو كان يقول أنه حاد وصعب وقاسي. لا لا لا، شوف بداية كان يحسب ذلك، لكنه بعد ذلك خرجت الإحصائيات الدقيقة، بيانت أنه ليس أكثر خطورة، هو أكثر انتشارا. يعني إحنا إيش بهمنا أنه يكون الأعداد 4000 أو 5000 أو 10000، إذا كان حقيقة عدد الوفيات قليل جدا. حتى انظر إلى الأردن، يعني إحنا الأردن بالأسبوع الفات عدد الوفيات 9 المعدل الوفيات، وهذا توقعته أنا أنه راح يظله تقريبا 10 أو أقل من 10، وهذا هو المتوقع. فعدد الوفيات قليل جدا ولن يرتفع ارتفاع كبير جدا. هلا اللي صار إنه يوم الاثنين ارتفعت شوية عدد الإصابات ل 760 أو 80، ونزلت امبارح 600، وهذا يعني تجد ريح فيه إنه هذا ارتداد وليست موجة. طب دكتور، وأنا حقيقة أطمن الناس يعني إنه مش كل ارتفاع بسيط، هم الناس صار عندهم حساسية من الموجة، وكل شيء يقول موجة. وأنا عارف إنه الناس كثير منهم بعض تصريحات التي ظهرت، كثير منهم عن جد حسب إنه عن جد إحنا مقبلين على موجة، وخاف وقال لك بدنا إغلاقات. أنا بطمن الناس من بناء على الدراسات إنه حتى لو ارتفعت الحالات وسترتفع قليلا، لأنه إحنا منفتحين، وهذا الذي أدعو له. إحنا مش ممكن نظلنا مغلقين على فيروس خبيث لا يسبب أي مشاكل ونغلق كل شيء. هلأ فيروس دلتا هذا من نعمة الله علينا، إنه على العالم طبعا، إنه الفيروس دلتا أقل قوة بكثير، بست مرات سدس القوة تاعت الألفا، وهذا يعطي أمل إنه هذا الفيروس بدأ يدخل مرحلة الشيخوخة، وأنا أؤكد على ذلك. فأي ارتفاع بسيط هذا ارتفاع متوقع للارتدادات تاعت أي موجة كبيرة وبائية. طيب بس دكتور، ما ذكرته في المقارنة مع بريطانيا، موضوع سفر كثير، موضوع الانفتاح الكبير، يعني واضح انه احنا كذلك حتى هون، يعني موضوع الالتزام بالكمامة لم يعد، واضح انه الناس بدأت يعني صار عندنا انفتاح واضح، والمغتربين كثر الآن، وحتى ترى ذلك من أعداد الذين يأتون الآن بهذه الفترة. هل هذه مع فرق، يعني طبعا أكيد عدد السكان وكل ما هو من الإصابات، ولكن أليست هذه كلها تداعيات أنه نعم سيكون هناك زيادة، قد لا يكون وفيات كثيرة، ولكن قد نأتي لأعداد زيادة، والحكومة هي بتخاف يمكن من الأرقام، من زيادة الأرقام بكل الأحوال، فعليها يكون هناك اتخاذ إجراءات بإعادة الإغلاقات والحظر، وهذا الأمر قد يكون، أليس كذلك؟ خليني أحكي لك عن بريطانيا. هلا بوريس جونسون كان متخوف أن يفتح كل شيء، هلا 19 الشهر هذا سيفتحوا كل شيء بدون كمامات بدون أي شيء، لأنه وجدوا أنه فيريانت دلتا، هذا الفيروس دلتا حقيقة خفيف جدا ولا يدعو إلى القلق، وهم عندهم لجان أوبئة يعني قوية جدا، وعندهم إحصائياتهم، وجد نصحوا أن يفتح بدون خوف، وهو الآن متجه إلى الفتح الكامل وبدون خوف. هلأ نستطيع أن نقارن العدد السياح اللي عندنا بعدد السياح اللي بريطانيا، يعني زي ما حكيت لك بريطانيا يعني يوم واحد من العدد، أي واحد راح مطار هيثرو أو بريطانيا يجد إنه العدد الطائرات يمكن أقل من ثانية كل يوم، في كل ثانية في طيارة، لا تقارن في الأردن. فهم عندهم يعني الأبحاث أو الإحصائيات تقول إنه الزيادة الكبيرة هذه وهي مبررة بإنه نسبة الانفتاح على العالم كان كبير جدا، وهي سببت 5000 زيادة مرة عن المتوقع، لأنه ومع ذلك الوفيات قليلة جدا. فهو يعني ليس هناك ما يدعو إلى القلق، وإحنا عندنا نعمة إنه شفنا يعني دول مثل بريطانيا تنفتح والوفيات تاعتها قليلة جدا، يعني 34 ألف حالة مع وفيات حوالي 30 وفاة، هذا جدا جدا مطمن للعالم كله إنه هذا الفيروس يعني لا يخوف الآن. وأعتقد إنه أي سبب آخر سيكون في عدد وفيات أكثر من هيك، يعني لو حسبنا الوفيات من حوادث السيارات وغيره
وحتى الانفلونزا العادية لن تكون أقل من ذلك. فأنا يعني أصبحت الآن الكورونا أصبحت في شيخوخة, تعب الفيروس وأصبح في تطورات بحيث أنه حقيقة لم يصبح يقتل. في فيريانت ثانيين أنا حاب أحكي عنهم, دليل أنه كيف أنه حقيقة أنه الفيروس بدأ يضعف يا شيخ. في كان الإبسلون فيروس أو النوع, وفي اللامدا, هذول الاثنين السي دي سي الأمريكية نزلتهم من يدعو ما يدعو إلى القلق, نوع يدعو إلى القلق, إلى فقط إلى المراقبة العادية, يعني مما يدل على أن فيروس كورونا في كامل الآن. هلا إذا 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 يعني إحنا بنكون غير محظوظين, نرضي علمنا والله نوع سريع الانتشار وبنفس الوقت أكثر فتكا, لكنه دلتا في هذا الوقت هو ليس أكثر فتكا بل هو أقل فتكا بالإحصائيات وبالأرقام. طيب. أقل فتكا بالسدس. طب السؤال دكتور, من الألفا دكتور, ما الذي يجري الآن في الهند وفي تونس؟ أليس دلتا؟ الهند الأمور فيها بدأت تحسن تحسن كبير جدا. حتى الهند على فكرة في قمة الوباء تاعها كانت مقارنة مع الأردن ثلث الحالات, يعني إحنا وصلنا لحوالي 11,000 حالة مقارنة مع الهند اللي وصلت في حوالي 350,000 حالة. مقارنة مع الهند إحنا شعبا بشعب إحنا أكثر من الهند بثلاث أضعاف اللي كانت عندهم الدلتا وقتها, وإحنا كان عندنا الفيروس البريطاني. فهذا يثبت أن الدلتا هو حقيقة أضعف كثيرا جدا من الفيروس البريطاني, وأن الأمور تتجه إلى أن الفيروس حقيقة بدأ يا شيخ. وأنا أطمن الناس أنه ما ليس هناك, لم يكن موجة كبيرة, ما فيش معطيات عندنا بالأردن في موجة كبيرة. بالعكس التطعيمات واللقاحات حقيقة مستمرة بدرجة كبيرة جدا, بس أنا بدعو الناس حتى نخفف الحالات قدر الإمكان بالالتزام باللقاح. وأنا قلت إن إحنا بدنا نلتزم بالالتزام بالكمامة سورة, وقلت إحنا بدنا نلتزم بالكمامة على الأقل لعند نهاية شهر 9, لأنه هنا بيكون الفيروس قد شاخ تماما, وإن شاء الله يكون انتهى لدرجة كبيرة جدا من الأردن إن شاء الله. طيب دكتور معي؟ دكتور حسام, ماذا عن موضوع الجرعة التدعيمية أو الجرعة الإضافية الأخرى والحديث الكثير عنها, والحكومة تقول أن لا حد يستطيع أن يقاضي, يعني خافوا الناس أكثر, كيف يعني ما النصيحة منك دكتور في موضوع ازدواجية اللقاحات؟ هلا المزج بين اللقاحات فعال جدا, بل بالعكس أحسن, لأنه ينشط المناعة من عدة طرق. يعني أنا يعني هلا اكتشفوا اخيرا انه يعني يفضل انك تمزج بين لقاح واخر, وهذا يعطي مناعه اكثر. يعني ممكن تاخذ فايزر واسترازينيكا, تاخذ موديرنا وفايزر, او تاخذ او اي شيء بدك اياه, لكن يحسن المناعه. هلا انا انتقدت حقيقه او رفضت تصريح منظمه الصحه العالميه انه المزج بين اللقاحات غير مسموح به او يضر, لانه يعني التصريح كثير ضعيف ومهلهل, وانا اعتقد انه يجب ان يتراجعوا عنه. وكان سمعت قبل ما اجي انه كانوا تراجعوا عنه بقولهم ان الترجمه كانت خاطئه او غير ذلك, كالعاده لا. كما عندما يتراجعوا عن اي تصريح, لكنه المزج بين اللقاحات هو فعال جدا, ويجب ان يعني يكون هو الطريقة الأفضل. يعني المزج انه ثلاث انواع مختلفة ولا نوعين, يعني ثلاث جرعات, جرعتين من نفس النوع وجرعة اخرى؟ نوعين مختلفات يكفي. اللقاح الجرعة الثالثة حقيقة معظم الابحاث تقول انه لا, لا لا لن يكون هناك اضافة حقيقية للفرد من ان ياخذ جرعة ثالثة. يعني انا لا انصح باخذ جرعة ثالثة بتاتا, جرعتين تعطي مناعة كبيرة جدا وكافية, ولا انصح بجرعة ثالثة. هلا طبعا شركات الأدوية يمكن تزعل مني لما أحكي هذا الكلام, لكنه إحنا بنحكي دائما علم, وأنا يعني أدعو إنه ما حد يروج للجرعة الثالثة, لأنه جرعتين تكفي. بس أنت حتى بالعكس أنت بيعطي جرعة واحدة لكل الشعب بالأول, بعدين فكر بالجرعة الثانية قبل نعم هذا الكلام تحدثنا به نعم. قبل ما فكر حتى تعطي جرعة ثالثة, احنا قل الناس اللي بيخذين جرعتين. طيب
دكتور السؤال الأخير، يعني موضوع بالذات المدارس وفتح المدارس والتعليم الوجاهي، علميا كل يعني حتى لو كان هناك موجة ارتدادية أو أي شيء مما ذكرت، هل أنه لا نقلق وأنه ممكن فعلا أن يكون العام القادم عام وجاهي تماما من نواحي صحية وعلمية؟ أنا أدعو أن العام القادم يكون وجاهي بدون خوف، وطبعا مع إعطاء اللقاح كامل للمدرسين خاصة. طبعا أنا أتوقع أنه معظم الناس في الأردن الفوق السن 30 أتوقع كلهم تقريبا أخذوا اللقاح، أو معظمهم إن لم يكن كلهم. بنصح أنه يعطوا الطلاب طلاب المدارس من فوق سن 12 أيضا اللقاح إذا ما توفر، لكنه أنا بنصح أنه بكفي، يعني إحنا مش رايح نتخلي الكورونا تحدد حياتنا إلى الأبد. يعني يجب أن أنا قلت أنه يعني مدام اللقاحات متوفرة وصلنا نعرف كثير عن الفيروس، أي حقيقة موجة ثالثة أو أي تأخير في الاقتصاد أو أي تأخير في المدرسة يعود مسؤوليته على الدرجة الأولى للحكومات تاعت الدول، لأنه يجب أن تهيئ لشعبها في هذا الوقت الصعب وتثبت جدارتها في منع ورجوع الحياة إلى طبيعتها. وهذا اللي بنشوفه حقيقة في دول متقدمة مثل بريطانيا، يعني لما بوريس جونسون يعلن أنه والله 19 الشهر القادم سيرجع الحياة إلى طبيعتها، فهذا يدل على أنه الوضع الوباء عندهم ما رغم ارتفاع الحالات مطمئن إلى درجة كبيرة جدا. نعم، الدكتور حسام بفرسخ استشاري تشخيص الأمراض السريرية، شكرا جزيلا لك، ودائما نستقبل منك رسائل التفاؤل دائما. إذن ملخص